معاه كمان واحد من زملاتكم المحترفين في الخارج، هو ابن حبيبي عمرو. اهو قال لك على طول عمرو. عمرو خالد بيبو. يا عمرو ازيك يا عمور؟ كابتن شوبير ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك. الله يبارك حضرتك. سافرت ولا لسه هنا؟ لا انا سافرت من زمان، من بعد الماتش على طول. بس السلامه يا رب ان شاء الله. بص بقى، انا معايا الثلاثي معتز واحمد عبدين وزعلوك. الاول قول كلمه المعتز عشان هو الكابتن بتاعك، وبعدين عبدين، وبعدين زعلوك. يلا. لا معتز طبعا كابتني وكابتن المنتخب كله. اه وصراحه يعني صراحه عشان حلم كبير قوي في المنتخب ده، و يعني كان حاجه فوق طاقته الصراحه، بس هو قدها الحمد لله كابتني. وكابتن عبدين طبعا راس صغير الصخره بتاعتنا. وطبعا كابتن محمد زعلوك الرول بتاعنا لعيب كبير، كلهم يعني لعيبه كبار الصراحه. ده مؤدب قوي والله. هو عامل كده، والله عامل كده بس على الهوا يعني. عمرو مؤدب. عمرو مؤدب يعني. خلاص معتز عشان طيب، انا هصدق اللي على يميني دول عفاريت، فخليني ايه اصدق معتز عشان معتز جميل يعني. عمرو اول مره مع المنتخب، وتعرضت للحمله وابناء عاملين والقصص اللي احنا ايه عايشين فيها دي، وجودك في المنتخب وادائك وتالقك بالشكل ده اعتقد رد على كل حاجه، خاصه ظهورك بمستوى كويس يا عمرو. الحمد لله. الحمد لله طبعا الاداء طبعا الحمد لله، وطبعا المجد ده متعود عليه من زمان يعني من وانا صغير، وهو دايما الاخ شغال وابناء العاملين وخالد بيبو، فطبعا يلعب وكله بقى حاطط في دماغه عشان ابن خالد بيبو لازم يروح يجيب بقى. نعم. في الكوره من جول جول. بس الحمد لله يعني انا من زمان وانا واخد المجد ده كحافز ليا وشغال على نفسي. والحمد لله في نتيجه، والنتيجه واضحه الحمد لله. ايه وجه الشبه بين عمرو خالد بيبو وخالد بيبو؟ السرعه طبعا. السرعه؟ طبعا. السرعه طبعا. لا بس هو احرف منك. لا ما لا السرعه ماشي مفيش مشكله، لكن هو احرف منك، اوعى تقول لي المهاره. لا ابوك احرف منك. حديثة كلها سرعه وقوه. لا ده هو كان جامد قوي. هو السرعه هي اكتر وجه شبه بينك وبين كابتن خالد بيبو. طبعا. ايه وجه الاختلاف؟ الاختلاف؟ اه ممكن ان انا المنتاليتي بتاعتي كانت احسن شويه. المنتاليتي؟ اسمع يا كابتن خالد، اسمع يا كابتن خالد، بص زمانه نام بس انا هودي له، هبعت له الفلاشايه. والله يا جدع برا، انتوا المنتاليتي بتاعتكم فعلا احسن مننا، لان انتوا اشتغلتوا على نفسكم بشكل كويس، وتعلمتوا كويس، وذاكرتوا كويس، وبالتالي سبقتونا في حاجات كتير. انا بسال اوفا او مصطفى في حاجات كتير، باخد رايه في حاجات كتير، هو ومحمد ابني، لانه بقى الفكر فعلا عندكم ان انتوا واخدين بالاسباب الجديده المحترمه بشكل اكبر يعني. طيب خليني اسالك عن حلمك لكاس افريقيا وحلمك لكاس العالم. حلم لكاس العالم، احنا طبعا قبل ماتش تونس اللعيبه كلها قعدنا مع بعض، وقعدنا نتكلم مع بعض ونحفز بعض، وقلنا يا جماعه احنا بعد الماتش ده، الماتش ده هيودينا في حته ثانيه خالص. تجربه الاحتراف تجربه جديده ليا، وتجربه طبعا مش سهله من ناحيه حاجات كتير، من ناحيه العيشه بعيدا عن الكوره يعني، تعيشه طبعا صعبه قوي. كل حاجه اعتمد على نفسي فيها، الاكل والنوم والمواصلات وكل حاجه انا معتمد على نفسي فيها، ومفيش حد هنا يساعدني ولا يساعدني في حاجه. بس انا عارف ان انت اصلا انت بتتكلم انجلش كويس، انا عارف. الحمد لله. نعم. بس الحمد لله طبعا تجربه مش سهله، بس الحمد لله بحاول اكون قدها على قد ما اقدر ان شاء الله، وشغال على نفسي عشان طبعا حلم كبير ليا من وانا صغير، وحلم طبعا لبابايا، فلازم اسعى وراه واحقق الحلم ده. بالتوفيق يا عموره ان شاء الله، وربنا معاك، واللي جاي احلى وافضل ان شاء الله.